السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نهتدي ونستعين. في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم الذي أعزه الله بالقرآن الكريم، إذ يقول رب العزة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن نتحسس ونتلمس ليلة القدر، تلك الليلة التي قدر الله فيها لعباده كل شيء من رزق وأعمار، وكل شيء قدر في ليلة القدر، وأنزل في محكم آياته سورة خصها بها، سميت باسمها، هي ليلة القدر، هي سورة القدر. إذ يقول رب العزة سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. هكذا جاءت هذه الليلة الكريمة التي ينتظرها المسلمون في كل أنحاء العالم من العام إلى العام، إذ فيها من نالها ونال عظمتها وثوابها وأقامها الله وأقامها العبد إيمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أي فضل أعظم من هذا الفضل إذا نالها المسلم؟ في هذه الليلة نتحدث عن ليلة القدر وفضل ليلة القدر وعلاماتها ودلالاتها، وكيف ندرك أنها ليلة القدر. الكثير من العلماء قالوا الثلث الأخير من الشهر، العشر الأواخر من الشهر، وجاء الحديث بكثير من العلماء ما بين أيام الوترية أو غيرها من الأيام الوترية، وماذا إن كان شهر رمضان 29 يوما فكيف تحتسب العشر الأواخر، فهل تحتسب من الليلة الـ20 أم 19، وهكذا الكثير والكثير من الحديث عن هذه الليلة لما لها من أهمية وقدسية عند رب العزة. اسمحوا لي إخوتي الكرام أن نبدأ هذه الليلة من ملتقى الفكر الإسلامية الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة وأمانة وإشراف وتنظيم الأستاذ دكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأيضا تحت إشراف معالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. اسمحوا لي أن نبدأ هذه الليلة بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الجميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إن مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل حكيم
المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك
كما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك شيخنا الجليل الشيخ القارئ قطب أحمد الجميل، جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة الأحباب، ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة نتحدث عن ليلة القدر، تلك الليلة التي قدرها الله بأنها خير من ألف شهر، فتأتي العبادة فيها خير من ألف شهر، فيحتسب للعبد بصلاته أكثر من صلاة ألف شهر، ودعائه أكثر من دعائه ألف شهر. يا لها من منحة ربانية منحنا الله إياها، وخاسر من فاتته هذه المنحة. اسمحوا لي أن يحدثنا في هذه الليلة علماؤنا من الأزهر الشريف، ضيفين جليلين كلاهما وكعادة أهل الأزهر يقدمون كل منهم أحدهما على الآخر، وهكذا هي أخلاق الأزهر كما عهدتها. اسمحوا لي أن نتشرف بوجود ضيفين على هذه المنصة، الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ الدكتور عمرو عبد الغفار الكمار، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف. وليبدأ بالحديث أكبرنا سناً على هذه المنصة الأستاذ الدكتور ومقاماً، الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائماً أجل أصحاب العمائم، فهذه العمامة هي رمز عزة مصر، وببركتها انتشر العلم في ربوع هذا الكون الفسيح.
في كل مكان. فالأمر ليس بالكبير أو بالمقام، لكن يكفي أن نكون في حضرة علماء الأوقاف الذين أناروا جنبات مصر بالفكر المستنير في الفترة الماضية حتى هذه اللحظة. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أخي الحبيب أستاذ الدكتور محمد عزت رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي أخذ على عاتقه وجود مثل هذا الملتقى برعاية كريمة من ربان سفينة الفكر المستنير. وأنا لست خطيبا في الأوقاف حتى لا أتهم بالمجاملة، لكنني مصري مسلم على أرض هذا الوطن، رأيت كثيرا من بيوت الله سبحانه وتعالى أعاد علماء الأوقاف لها جلالها، أعادوا للمسجد قدسيته، ففيه الندوات الدينية والثقافية الفكر المستنير، فيه أيضا الابتهالات الدينية، فيه المقارئ القرآنية. أصبح المسجد يعني منارة خالدة ليل نهار، فجزاهم الله خيرا على هذا الهدي الإسلامي. وليس هذا بعجيب على مصر، فمصر كنانة الله في أرضه، وبدون ما يعني بدون تقديم هي فرضت علي الآن. فمصر هذه وجدت بعض الأبيات لشاعر مصري يتكلم عنها، يقول عنها: قف عندها وتهجى إنها مصر، ميم منزلة في صادها نصر، راء بروعة شعب راح يسألها من أنت، قالت أنا الإخلاص والعصر. مصر وما مصر إلا آية نزلت من السماء، فلا زيد ولا عمر، والنيل في أرضها يجري كمعجزة، وجنة الله من آلائها مصر. هذه كنانة الله في الأرض، فلا عجب أن نرى مثل هذا أو مثل هذه الوجوه النيرة التي رأنا هنا قبيل العصر، والكل يأتي إلى هنا ليستزيد قربا من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الجمع الطيب المبارك، كلنا يحيا هذه الليالي الطيبة ونعيش أنوار العشر الأواخر من شهر رمضان. هذا الشهر الفضيل يلملم أيامه ولياليه، لكنه يترك الكثير والكثير في قلوب المتقين الذين آمنوا لله سبحانه وتعالى واستجابوا لله ولرسوله حينما خاطبهم المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمرة هذا الصوم التقوى، كأن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نجدد العهد مع إسلامنا ومع ربنا ومع هدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمسلم الحق يحرص دائما على إحسان الخواتيم، فحبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه النبوي الشريف المتفق عليه
إنما الأعمال بخواتيمها، وإنما كافة مكوفة لا عمل لها. وأصل الكلام وهو كلام سيد الخلق الذي أوتي جوامع الكلم، سيد البلغاء صلى الله عليه وسلم. كأن العبارة تقول الأعمال بخواتيمها، هذه الجملة الإسمية التي تؤكد علينا أن نلتفت وننتبه إلى هذه الليالي الطيبة، أنوار العشر الأخير، خواتيم الخير، فكلها خير، وترها وغير وترها فكلها خير. فنحن أبناء الإسلام كما قال الحبيب الإمام الشاذلي أبي الحسن الشاذلي حينما يقول: نحن قوم ليالينا بالله كلها قدر. نحن قوم ليالينا بالله، يعني بالسير على منهج الله وعلى منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلها قدر. فالقدر أنتم أمة ذات قدر، وإسلامكم هو إسلام له قدر، فهو دين عالمي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعرب، للعالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهذه الأمة هي أمة جليلة، هي أمة ذات قدر. نعم، نتحرى هذه الليلة المباركة بأفضلها، ففيها البركات وفيها النفحات وفيها كثير من الخيرات، ويكفي أن نزل فيها القرآن الكريم: إن أنزلناه في ليلة القدر. يقدر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة كل ما هو كائن في السنة، السنة المقبلة بإذن الله تعالى. فيها يفرق كل أمر حكيم. من عند من؟ أمرا من عندنا سبحانه وتعالى، أمرا من عندنا. فالآجال والأعمار والناجون والهالكون والأشقياء والأزلاء والمترفعون والسعداء، كل ذلك يقدر في هذه الليلة. هو موجود في اللوح المحفوظ منذ أن خلقنا، لكنه ينزل للملائكة الكتبة في هذه الليلة. أيضا هذه الليلة هي أشرف ليالي السنة، ولذلك الشرف جاءها من جانبين: الأول نزول القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي ما زال الغرب يحيك ضده المؤامرات، وكل مؤامرة نرفع لهم القبعة أو العمامة ونقول لهم شكرا، لأنهم يفتحون العقول والقلوب الأخرى الغلف على كتاب كله هدي وكله سكينة وكله طمأنينة، وإلا ما وجد حتى هذه اللحظة. القرآن الكريم الذي تغزل فيه أعدى أعداء الإسلام وقال فيه هذه الشهادة الخالدة: والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أمة فيها القرآن الكريم الذي نزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن الكريم نعيش بهديه، نعيش ببركته، نعيش في كنفه، نعيش بروحانياته. ولذلك عليكم أن تتدبروا هذا الكتاب، تدبروه جيداً،
وقد استمعت لشيخنا وهو يقرأ سورة الإخلاص ويضغط على حرف الدال، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أرأيتم هذا الحرف تنتهي به المقاطع الصوتية في الآية الكريمة؟ والقرآن كله جمال وموسيقى صوتية جميلة ولحن علوي سماوي خالد، لكنه ليست كالموسيقى العبثية، فيأتي بحرف الدال الذي يتناسب مع قدرة الجبار سبحانه وتعالى. لكن حينما جاء السؤال إلى سيد الخلق عن الناس والتعبير عن الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فحرف السين يتكرر أكثر من مرة. أتدرون لماذا؟ لأنه يتناسب مع نفوسنا، فالناس ضعفاء، الإنسان ضعيف بفطرته، خلق الإنسان ضعيفا. الإنسان يقول بس استنى يا مولانا، بس اصبر علي، بس وهكذا. فحرف السين حرف هسيس، حرف رقيق، حرف يدل على الاستكانة والخضوع، لكن الله سبحانه وتعالى يأتي معه حرف الدال، حرف قوي انفجاري من حروف قطب جد. فأنت لو تأملت القرآن بكل بساطة، إذا لم تستطع أن تفسر وتلجأ إلى التفاسير فعليك بإزاعة القرآن، عليك بالدروس الموجودة في المساجد الآن، عليك علماء الأمة في كل مكان بفضل الله تعالى. هذا شرف عظيم لهذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم. الأمر الثاني، ولا أطيل عليكم، فالعشر دقائق قد انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إياك أيها المسلم أن تتقاعس، فحاول واغتنم هذه الفرصة وتقرب من الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نضمن أن نعود مع شهر رمضان الذي سوف يعود بإذن الله تعالى. هو يعود، الأيام تطوينا، لكنني لا أضمن البقاء للعام الماضي. فإياك إياك أن تخرج من هذا الشهر دون رحمة الله تعالى ودون الفوز بمغفرته، فلا بد أن نضاعف الأجر. كلنا يتكلم، وأنا أترك الفرصة لأخي الدكتور عمرو في هذا الموضوع، لكن أتكلم بمثال بسيط صغير جدا. كلنا يبحث عن ليلة القدر في الليالي الوترية، ليلة الواحد والعشرين، الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، التاسع والعشرين إن شاء الله بإذن الله تعالى، والأغلب والأرجح في ليلة السابع والعشرين أمس، وما أدراك أن تكون في الليالي الأخرى، وما أدراك أن تكون هذه الليلة. نعم، هي حددت بهذا الشهر من رحمة الله علينا أن حدد زمان هذه الليلة في شهر رمضان، وازدادت رحمته بنا أن جعلها في العشر الأواخر، وازدادت الرحمة أكثر وأكثر، فهو الرحمن الرحيم فجعلها في الأوتار. ماذا تبقى لك أيها المخلوق؟ لا أريد أن أقول هذه اللفظة الأخرى. ماذا تبقى لك؟ هذا التجلي الأعظم عليك من الله سبحانه وتعالى. أين أنت من الله؟ أرنا يا رجل، أرنا عظمة المسلم. فحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره في هذه الليالي العشر، ويوقظ أهله، ويجافي النوم تماما صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تبحث عن ليلة القدر، آمل أن تبحث أولا عن كفالة يتيم، عن إطعام جائع، عن صدقة تضعها هنا أو هناك
في يد محتاج. فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هديه قولا وعملا حينما شبك بأصابعه هكذا. وأنت إذا فعلت هذا لا تستطيع أبدا أن تتراجع أو يتراخى هذا الفعل. وهو أيضا في حديث آخر يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بإصبعيه يعني السبابة الوسطى. نعم، أنت تكون في صحبة الحبيب المصطفى جنبا إلى جنب في الجنة إذا أنت تحننت حتى على اليتيم دون أن تعطيه شيئا. أدخل السرور عليه، أدخل السعادة عليه، أدخل على جارك ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به من بات. وهذا الفعل يؤكد أنك ملزم ومطلوب منك أن تتحرى جيرانك حتى بالليل، يعني بالنهار وبالليل تتحسس خطاه إذا كان محتاجا، إذا كان يتضوع جوعا تحنن عليه. الأمور كثيرة والحديث كثير حول هذه الليلة المباركة. إذا كنا نتطلع إلى أنوار هذه الليلة لا بد أولا أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا، أن نصل الرحم في هذا الشهر الكريم، أن نمسك لساننا عن النميمة. يكفي هذا، يكفي الأعراض. كلمة طيبة تكسب القلب، تكتسب حبيبك وجارك بالكلمة الطيبة التي قال الله تعالى عنها في كتابه: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة باقية. الكل يقول: والله فضلت الشيخ، يا سلام، كله كلام طيب وكذا، كل هذه الأشياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن شملهم ربنا بعفوه في هذه الليلة المباركة. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن أمتنا يا رب العالمين، اللهم ارفع البلاء والغلاء عن أمتنا يا رب العالمين، واجعل مصر دار أمن وأمان يا رب العالمين بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم رزقها في غرسها، اجعل اللهم غرسها في رزقها في غرسها يا رب العالمين، واجعل الرغد هو أمنها يا رب العالمين، اجعل الرغد في وديانها وركابها وجدارها وكل شيء يا رب العالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وشكر الله لكم. أحسنت فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطوع، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الكلمة الطيبة والتي فيها الكثير من الدعوة لكل ما هو طيب، وكيف أنه لا أقول واجب ولكن احرصوا على أن تتحروا هذه الليلة، فلا يفوتكم شهر رمضان إلا وقد فزتم فيه، فالله أعلم، وربما يكون هذا هو آخر صوم لي، فنرجو أن يكون كلنا يعني لا نعلم هل ستتاح لنا فرصة الصيام مرة أخرى أم لا، هل سيبلغنا الله رمضان أو ليلة قدر أخرى أو لا، الله أعلم. فنرجو أن يحسن الله ختامنا. مشاهدينا الكرام، الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أدعو فضيلة الأستاذ الدكتور عمرو عبد الغفار الكمار، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف. تفضل فضيلة الدكتور. جزاك الله خير يا سيدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. طبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أنقلوا إليكم بشرى سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، حين يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ليلة القدر في الواقع هي منحة من الله جل وعلا لهذه الأمة، فهي ليلة القدر، ليلة ذات قدر وذات شأن، لنبي ذي قدر على أمة ذات قدر، نزل فيها كتاب ذو قدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال مجاهد ابن جبر رحمه الله: ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رجلاً فيما كان قبلنا حمل السلاح في سبيل الله 1000 شهر، 1000 شهر يحمل السلاح منافحاً ومكافحاً عن دين الله جل وعلا. فتعجب الصحابة من ذلك، فنزل قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة التي منحت إياها هذه الأمة خير من تلك 1000 التي قضاها هذا العبد مكافحاً ومدافعاً عن دين الله جل وعلا. ليلة القدر في الواقع أجل عطية قد يصيبها عبد مسلم في حياته، أجل عطية، أن يضم إلى عمرك عمر ثان لم تعشه، لكن بفضل الله جل وعلا تحصل على ثوابه وأعماله ودرجاته وبركاته. أكثر من 80 سنة ليلة القدر العمل فيها العمل المقبول والدعاء المسموع والسعي المشكور خير من عمل 1000 شهر. ليلة القدر سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه علمنا وسن لنا وأبان لنا المنهج. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور 10 الأخيرة من رمضان. يجاور، ينقطع للعبادة صلى الله وسلم وبارك عليه، يعتكف لها. تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد، ثم هو يحيي ليله قائماً عابداً ذاكراً مصلياً صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى ترم قدماه من طول القيام، قائم يصلي. فقالت له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما كل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله وسلم وبارك عليه كان إذا دخلت 10 شد مئزره، أقبل عليها بهمة، ثم أحيا ليله عابدا ذاكرا، ثم أيقظ أهله. الأهل، الزوجة والأولاد، أيقظهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقظ أهله يشارك، سنة لنا وتوجيه منه صلى الله عليه وسلم: أيقظ أهلك وأولادك كي يصيبوا من هذا الخير، كي يصيبوا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته صلى الله وسلم وبارك على معلم الدنيا الخير. كيف
تصيب ليلة القدر، أو قل كيف توافق ليلة القدر. أول قضية قبل أن تسأل هل أنا أصبتها، هل أنا وافقتها، أول قضية أن تجتنب الموانع، أن تزيل الحواجز، أن تمهد الطريق الموصل إلى الله جل جلاله. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الرسول من لدن آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائه جميعا مأمورون أن يأكلوا من الطيب وأن يعملوا صالحا، والمؤمنون كذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، سيدنا رسول الله ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الرجل يطيل السفر وسيدنا رسول الله يقول: دعوة المسافر لا ترد. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. المسافر يطيل السفر ويمد يده، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردها خائبتين، أو قال صفرا خائبتين. فالرجل مسافر ورفع يده، ثم هو لحوح. تقول السيدة عائشة: كان رسول الله إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا ذكر وإذا سأل سأل ثلاثا، يعني اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحم. لحوح، هذه صفة العبد المسلم المؤمن. فالرجل فعل كل شيء، هو مسافر ويرفع يده ولحوح، قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: أن يستجاب لذلك؟ هذا أكل حراما ولبس حراما وغزي بالحرام، وأموال الناس أكلها ظلما وعدوانا، غشا وتدليسا، وأكلا لحقوق اليتامى والضعفاء، ثم هو يلهج بالذكر والدعاء، أن يستجاب لذلك؟ أول قضية: أزل الموانع، أقبل على الله بكف نظيف وبقلب نظيف، تخفف تخفف من تبعات خلق الله. إن الله جل وعلا كريم يتجاوز عن حقه سبحانه وتعالى، يتجاوز عن حق. إذا عصيت الله في حقوق الله يرجى لك أن تتوب وأن تقبل، أما إذا تعديت وأما إذا جنيت على خلق الله جل وعلا لا بد أن ترد المظالم. حقوق العباد مبنية على المشاحنة، كل عاوز حق، وإذا خرجت من الدنيا بلا أداء وقفوا لك يوم القيامة. تجد حديث المفلس يقول صلى الله وسلم وبارك عليه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا. فتقوم المظالم يوم لا دينار ولا درهم، تقوم بالحسنات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنت قومت المظالم بالسيئات. صاحب المظلمة عاوز حقه، وأنت ذهب كل رأس مالك: يا رب ما في عندي حسنات، ذهبت، أخذها المظالم. يقول صاحب المظلمة: ليحمل عني من خطاياي، يأخذ عني سيئاتي. فتقوم المظالم بالسيئات، فتؤخذ من أصحاب الحقوق فتطرح على الظالم ثم يطرح في النار. هذا معنى الإفلاس الحقيقي الذي يتبعه غضب الله وعذابه. نسأل الله جل وعلا الستر الجميل في الدنيا والآخرة. أقول لك قبل أن تسأل هل أصبت أنا ليلة القدر أو لمصبها: هل الشمس بدت في صبيحتها لا شعاع فيها؟ هل حصل كذا؟ هل سمعت أصوات الديكة؟ هل كذا؟ قبل كل هذا خفف نفسك من حقوق خلق الله جل وعلا، أدي الحق وتخفف. فالله الموعد يحكم بين عبيده فيما كانوا فيه يختلفون. ثم بعد ذلك تعالى لكيفية الإصابة،
ذكر ابن حجر رضي الله عنه ورحمه الله في الفتح في شرحه لأحاديث ليلة القدر، وتكلم كلام لمن أراد أن يستوعب، تكلم كلام كثير، ذكر نحو 40 رأياً في ليلة القدر، ثم قال: والصحيح أنها باقية إلى قيام الساعة، والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان، والصحيح أنها متنقلة في العشر، والصحيح أنها في الوتر أغلب. يبقى أنت غالباً في العشر الأواخر، ولا تقتصر على الوتر، إياك أن تقتصر على الوتر. قد تختلف المطالع بين بلدان العالم الإسلامي، فما يكون عندك أنت شفع عندهم هم وتر، وما يكون عندك أنت وتر عندهم هم شفع، فعليك بالعشر كاملة. كان رسول الله يجاور العشر صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم هب أنك وقفت على خزينة عظيمة جدا مليئة بالذهب والجواهر والكنوز من خزائن قارون، هب هذا، تخيل معي أنت الآن على باب خزائن قارون، والخزائن لها 10 مفاتيح، الواحد فينا له حالان: إما أن يمسك 10 مفاتيح ويجتهد، يا ترى أي مفتاح يفتح، فهذا يختار المفتاح 21، وهذا 23، وهذا 25، والجل يقول 27 يفتح، وهذا 29، والحازق من أخذ 10 كاملة فمعه المفاتيح، فهو في كل ليلة قائم، أينما وجد فتح له. هذا هو العاقل الذي لا يفوت الفرصة. فلا تحسبن أنها ليلة، إنها منحة من الله جل جلاله. ثم الموافقة والإصابة، موجز القول على قولين لأهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. القول الأول فيه سعة، قالوا: كل من قام 10 الأواخر من رمضان وافق ليلة القدر، كل من قام 10 الأواخر وافقها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فالرأي الأول يقولون: كل من وافقها وافقها، مصادفة فقد أخذ هذا الأجر الجليل العظيم. وقالوا: إن الله عز وجل جواد كريم لا يحجر على فضله، مولى سبحانه وتعالى قد يعطي الأجر الجلل على العمل اليسير، جواد واسع الفضل سبحانه وتعالى. وعلى هذا الرأي نرجو من الله جل وعلا أن يكون جميع المسلمين القائمين في هذه العشر قد أصابوا هذه المنحة الجليلة العظيمة الكبيرة. ثم ذكر ابن حجر رأياً ثانياً، قال: هذا رأي الأكثرين ورأي المحققين من أهل العلم، قالوا: ليلة القدر لك فيها حالان: موافقة وإصابة. موافقة أن أقوم في ليلة وهي ليلة القدر، فقمتها أنا مصادفة، هذا آخذ ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قالوا: هذا لا يعني عبادة 83 سنة، عبادة 1000 شهر كثيرة جداً، كم فيها من رمضان أخذت أجر صيامه، كم فيها من ليال أخذت فيها أجر قيامها، كم فيها من صلوات أخذت، كم فيها من أفعال خير أخذت أجرها. قالوا: الآية تخرج على الإصابة والحديث عن الموافقة، ليلة القدر خير من 1000 شهر لمن أصابها. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في الصحيح تقول: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي، أو قالت في لفظ: أرأيت إن أوريتها، ليس وافقتها أو صادفتها، علمت أو أوريتها، قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهذه الإصابة فيها الأجر الجلل، وهذه الموافقة فيها مغفرة ما تقدم من ذنوبك. وعلى كل، سواء أخذت بالرأي الأول أو بالرأي الثاني، فأنت فائز
فأنت فائز بحول الله جل وعلا. لكن المشكلة ليست في عظيم فضل الله، إنه عظيم وجواد كريم وأجره على العباد تطرى لا حد له، لكن القضية الأهم أن تكون أنت أهلا لهذه المغفرة، ألا تأتي إلى الله وقد أسررت وقد عكفت على الكبائر أو أكل أموال الناس أو ظلم اليتامى والمساكين أو إمساك المعروف وجلب العسر وجلب التعسير على خلق الله جل وعلا. كن خيرا، تكلم بخير أو تجتنيه أو تحلى بالسكوت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. هذا الحديث أصل في التيسير، إما أن تقول بخير أو أن تسكت. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ليلة القدر وأن يرزقنا ما فيها من الثواب والأجر، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وتول أمورنا. اللهم خذ بالنواصي لمرضاتك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء بحولك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا جزيلا. لازلنا مستمرين أعزائي المتابعين والسادة الحضور، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي بالقاهرة، وفي هذه الليلة الختامية لملتقى الفكر الإسلامي. اسمحوا لنا أن يكون ختامنا في هذه الليلة هو ابتهال للمبتهل الشيخ محمد علي جابين، ليكون آخر ما نختتم به جلسات هذا الملتقى الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأمانة عامة لفضيلة الأستاذ دكتور محمد عزة محمد، وبعناية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي تنقله لحضراتكم قناة النيل الثقافية مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر يا كتبت في هذه الليلة من خير وعافية وستر وسعة رزق، فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت فيها من بلاء وسوء وفتنة فاصرفوا عنا وعن المسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين يا رب. قصدت باب الرجاء الأحد،
قصدت باب الرجال لله، قصدت باب الرجال الواحد الأحد، هو المليك ولم يولد ولم يلد. في ليلة القدر والأقدار نازلة، في ليلة القدر والأقدار نازلة، أفض علينا من الإحسان والمدد. يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا يا أولا أزليا، أنت الغني عن الأمثال والشركاء، أنت المقدس عن زوج وعن ولد، أنت الغياب لمن ضاقت مذاهبه، وأنت يا رب للراجين بالرصد، أنت المغيث، أنت المغيث المستغاث به، وأنت يا أنت يا رب للراجين بالرصد. الله 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 معبودي وملتحدي، الله الله مقصودي ولا أرجو سواه لكشف الضر والشداد. يا منزل الذكر يا رب في ليلة القدر يا رب، يا صاحب الأمر يا رب نرجوك فارحمنا في ليلة الخير في نفحة العمر في مطلع الفجر، من فضلها اغمرنا يا عالم النجوى يا كاشف البلوى، يا عالم النجوى يا كاشف البلوى، يا منزل السلوى نرجوك فاحفظنا.
يا ربي يا حنان، يا ربي يا حنان، اختم لنا بجنان من بابك الريان، نرجوك أدخلنا. أجبر خواطرنا، أجبر خواطرنا، يا رب أكرمنا وبعفوك اشملنا، نرجوك فاجبرنا، نرجوك فاجبرنا، نرجوك تعتقنا، نرجوك ترحمنا، نرجوك تسترنا، نرجوك تغنينا، أنت الرحيم بنا، أنت الرؤوف بنا، أنت الملاذ لنا، نرجوك فاعتقنا. يا رب طهرنا، نقي سرائرنا، صفي ضمائرنا، نرجوك فاسترنا. اغفر لمن صلوا، اغفر لمن صاموا، اغفر لمن صلوا، اغفر لمن صاموا، اغفر لمن قاموا، نرجوك فاقبلنا. اغفر لمن تابوا، اغفر لمن آبوا، لله وأنابوا، نرجوك اكرمنا. يا ربي ليس لنا إلا كخالقنا، يا رب إلا كرازقنا، إلا كراحمنا، إلا كحافظنا، إلا كساترنا، إلا كساترنا، نرجوك فارزقنا، نرجوك فاسترنا، نرجوك فاحفظنا، نرجوك فارحمنا، وبعفوك اشملنا، وبعفوك اشملنا، وبعفوك اشملنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا رب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم، ورضي الله عن صاحب هذا المقام وآل بيته الكرام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا هذا الدعاء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم، وتقبل منا أعمالنا، تقبل منا هذا الشهر الكريم قياما وصياما وقراءة قرآن. اللهم تقبل منا ومن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا وصامه إيمانا واحتسابا. شكرا
للأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. شكراً لفضيلة الدكتور عمرو عبد الغفار الكمار، مدير عام الفتوى والبحوث بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف. الشكر موصول لمعالي فضيلة وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وللسيد الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وشكرا لرجال الإذاعة الخارجية لمسبيرو العظيم، قلعة الإعلام في العالم العربي والشرق الأوسط، مدرسة الإعلام الحقيقي في هذه المنطقة. شكرا لوزارة الأوقاف، على أمل أن نلتقي بحضراتكم ونحن نختتم فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي، على أمل أن نلقاكم العام القادم إن شاء الله، ونرجو من الله أن يتقبل منا عملنا هذا وأن يجعله في ميزان أعمالنا بإذن الله. إلى أن نلقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.